صباح الخير عليكم. هاو دور لي على الفطور، خليهم يشوفوا فطور الفطور ديال السوريين. فطور السوريين بعد الفلافل. بديت تشرحي لهم هلا فلافل. يلا اوكي، فلافل حمص، جبنه مشلله. عدو السيره كتقريني. ايوا جبنه مشلله. هذا شنو هو؟ حلاوه. هذا حلاوه. هنا كيحطوا الخيار، كيقطعوا بالصباح الخيار ومطيشه، يعني ما زيتون، زيت زيتون واتاي. لا زيت زيتون مع الزعتر. مع هذا مع الزعتر. أيوة زيت وزعتر. اتاي السكر. هذا كيسان واللبن. ها كيسان. هاي الكاس. هذه الجبنه. هذا هو فطورنا الصباح. هذا فطورنا الصباح. يلا بالعافيه عليك. شوف الصباح عندهم اتراك في نتي فطر، كيف فطر في الشارع. خرج طابله اتاي خبز مطيشه. هاي اول طلع علينا في تركيا من باب الحق، من باب الحاره. باب الحاره من الدرب. من الدرب كنهضر معاكم. كاين هنا الدروبه بحال ديال المغرب، هذاك الشيء شعبي. طيب علي هاي عدوسي، عدوسي العزيزه طالع معنا. شنو حشمانه طالعه؟ امي مطلعتنا خليتنا نطلع و... غدا معنا اول طلعه. طبعا بعد اللي احنا لسه ما بنعرف نطلع ونجي وهي بقى ال مازال حشمانه، مازال ما تعودش على الكاميرا. بكره نعوضها. بكره نعوضها على الكاميرا. المهم هيا ما عرفت فين غادي نبينا. المهم فين مشينا؟ طبعا فين رايحين؟ رايحين نتمشى شوي. نشم هواء، نشم هواء، هواء تركي. نشم هواء تركي. تركي. يلا. يلا. مين اختار، مين اختار لك اللبس؟ مهند نسق لي اليوم الصايا. مع التيشيرت. مع الصاب. مع الحقيبه. وين رايحين؟ هيا دابا في الشارع. اش كيقول لي الشارع؟ شارع الميدان. ايوه سوق الميدان. شوفوا الناس، شوفوا الاجواء، ناس برا. طبعا الجو، شو رايك بالجو؟ واعر والله. واعر. والله جو خطير، جو هيك بروده، جو بحال المغرب وسوريا وهيك اجواء طبيعيه صح؟ هواء، الهواء الطلق كتحس بيه. طبعا الناس كلها رايحه جايه، محلات الالبسه مثل ما قلتوا لنا، كلها البسه تركيه، كلها كلها البسه صح؟ احنا ما دخلناش المحلات، احنا عملنا ندخل المحلات نشوفوا حوايج كيفاش. صراحه الاجواء حلوه. هي بعد نسى اول طلعه، اول مشوار. اول طلعه. وين جينا؟ جينا محل زينة. زينة تبع عيد الميلاد. ايوه بنت لوستي عندها عيد ميلاد. بنت اختي عيد ميلادها بعد ما بعرف كم يوم، مدري الاسبوع الجاي. وانت ما بدك عيد ميلاد؟ حنسوي عرس. احنا حنسوي عرس. قولي وسوي لي عرس. ايوه حبايبي. دابا بعد ما سالينا الدوره، درنا واحد الدوره خفيفه ماشي بزاف، درنا الجوع وقلنا نرجعوا للدار. عندو زيد دابا باغا توجد لينا واحد الطبخه، واحد الاكل عزيز على مهند. المهم انا ندخل مع الكوزينه باش نشوف، نعاونها شويه، نشوف الاكله اللي غدير. المهم يلا تعالوا معنا. يا بسم الله.
اليوم اكل الكواش اليوم غدانا اليوم مرتي هما كيقولوا مرتي عمي انا كنقول حنا كنقولوا حماتي ولا عدوزتي. المهم اليوم مرتي عمي غطبخ لنا واحد الطبخه سميتها الكواش. كواش حموي. قولي لي من المكونه. مكونه من البندوره، بطاطا، طماطي يعني مطيشه، ايه من بطاطا، من باذنجان، ايه بصل، لحمه. اول حاجه هما كينقيو المطيشه كلها مقشرين مقشر خطعوا مربعات من بعد عاد ندخل مع الكوزينه نشوف اش غديرها، ندخل مع المطبخ نشوفها كيفاش غطيبها. المهم بقاو معنا في المراحل. هنشوف حماتي كتقطع البصله، كلشي قطعته مربعات، كلشي مربعات، البطاطا، المطيشه مربعات، البصله، كلشي تقطع، حتى الدنجله تقطع مربعات. من بعد ندخل مع الكوزينه وغنشوف المرحله. الباذنجان هو غتقطع مربعات. هينا مورا بلشت تتعلم الاكلات الجديده اللي ما تعلمني اياها حماتي. حموية. ايوه هاي امي عم تعلمها اكله حمويه، اكله سوريه اسمها اكل الكواج، مشهوره كثير عندنا. بس انا رح اشوف يا امي بتطبخ لنا طبخات. ايوه وفليفله ولحمه بصله كل شيء مفروم، يعني عباره عن خضر مفرومه يعني هيك. وبعدين هلا بيدخلوها الفران، اخر شيء بيحطوها بالفرن. اكله شو؟ شيء فاخر على الاخر. على الاخر ها، حتى امي كمان تعلمت تعلمت شيء فاخر على الاخر. يلا خلاص هلا بعد نشوف. هلا تبارك الله الصينيه شحال دير خضر هنايا؟ اي طبعا هاي الصينيه يمكن لكم شخص امي؟ ها؟ شيء 10 اشخاص. 10 اشخاص ما شاء الله، العائله كلها. ايه كلها هي هيك خلطتها مع بعضها. ها؟ حط اللحمه كمان. انت اللحمه حطوا له اللحمه. اللحمه مفرومه. اللحمه ايه مفرومه يعني الكفته حطوا معاها لحمه مفرومه. حط لها ملح وبهارات بعدين وسمنه بعدين بالفرن. بعدين بالفرن بنحطها. طيب يلا جيبوا اللحمه ولا مو هلا اللحمه؟ هاتي اللحمه وهاتي الفلفل وهاتي الملح. ما شاء الله هون هنا بتجمع عائله. ايه تجمع يعني العائله كلها مجموعه. فلفله هاي الفلفل بهارات اسود ما شاء الله عيونك. بزار بزار هاي اللحمة هاد اللحمة المفرومة الكفتة كتبقى المذاق. طبعا هي رح تدوب هلا بالفرن ولا شو؟ تدوب بالفرن ها؟ يا سلام يا سلام، حتاكلي حتاكلي اصابيعك وراهم. فوق السمنه من فوق وهي داخل الفرن، شوف الفرن كيف شوف الفرن ما صغره، لا تضحكوا على الفرن. هذا هيك هذا هذا الفرن فرن ارضي هذا تحسيه مثل مكوك فضاء. ايش حاجة تخليها من ساعة؟ بس ساعة؟ لا تستوي. يعني قد ايش؟ حبيتها شي ساعة. شي ساعة دابا ونحلوا عليها ونوريكم الشكل. نعم. عرفتي الريحة طالعة؟ الريحة طيب كتشوف دابا نحلوا عليها الفران قالت سالات ولات واجدة. هاي الطبخة السورية، الطبخة السورية طلعت طلعت طلعت. شوفوا 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 هي عم تطلع من الفرن. شوفوا شوفوا بعد اوف. شايفين 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 حطي 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 حارة حارة بعد. شوفوا شوفوا شوف شموا الريحة من اللي حطت عليها عدوزتي من فوق. طبعا السمن داب داب فوقها. ايوه كان ريحة خطيرة. هاي نوارة قعدت أول وحدة على الأكل. هاي لحمة بالصينية، لحمة الدجاج، لحمة الدجاج وهذه كواش، ولكن هذا الشيء
فجأة لأن أنا عمري ما دخلت فيه. شو؟ واعي مع الفلفل. هذا هو فيديو ديال اليوم حبايبي، شاركنا معكم بعض المقتطفات يعني بعض اللقطات الصغيره. ثاني يوم قعدنا في تركيا، يعني مازال ما تاقلمناش مع الجو، مازال ما طلعناش، مازال جايين منا قدام فيديوهات ان شاء الله. بغينا نشارك معكم غير حابين نشارك معكم كل شيء، الاكله يعني اللي طيب المهند جاي مشهيه سوري، والله ناطر هاللحظه، ناطر الاكل هذا. يعني نواره ما شاء الله عليها بتطبخ لي كل شيء، يعني حتى تعلمت طبخ سوري، بس سبحان الله يعني مع احترامي يعني لنوره من ايد الوالده غير، من ايد الوالده غير يعني انتم ايوه اكيد كل واحد بيحكي عن طيب أيوة. طيب ماكله يعني يقول لك انا بغيت ناكل هذيك الماكله نفس اللي كطيب الوالده ديالي. اكيد هلا نواره بتطبخ نفس الطبخ، بس سبحان الله. وعاود ثاني ما تزوج حدا اخرى، عاود ثاني اللمه راه العائله كلها مجموعه هنايا، ما كاينش واحد فالت، كل شيء مجموع. اهم شيء الاطفال، كل شيء ما شاء الله عائله كبيره عندنا. اهم شيء الاطفال، والعائله كتوكل يعني تكون معك اللمه مجموعه، هذا يغمس من هنا، هذا يغمس من هنا، هذا يخطف من هنا، كتبغي تاكل كتفتح لك الشهيه سبحان الله. ماشي المهم حبايبي ما نطولوش عليكم، نتمنى الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، وتستناونا في فيديو قادم باذن الله، ومع السلامه. مع السلامه حبايبي.